كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشهر الكريم معاكم النهارده الدكتوره هنادي شيحه، مدرسه التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذيه. هحكي لكم النهارده عن احسن حاجه ممكن اخدها وقت الفطار، وايه البديل ليها، وايه البدائل الضاره ان انا ما ينفعش اكلها. النهارده هكلمكم عن معلومه بسيطه قوي عن المكسرات. المكسرات هي وجبه صحيه جدا ومهم جدا ان احنا ناكلها، بس المكسرات الغير محمصه، لان احنا بنلاقيها دايما في رمضان عندنا في السوبر ماركت وفي محلات البقاله وفي اماكن كتير قوي، اللي هي بتكون بقشها بتبقى جايه بيسموها نيه، لسه جايه من على الشجر زي ما هي، بتكون طعمها حلو جدا، بتكون ما فيهاش ملح، مكونها طبيعي زي ما هو. الناس دايما في العياده بتحب تروح تجيب مكسرات المملحه المقشره، بتبقى سهله جدا وللاسف بيقولوا عليها قوي، فبياخدوا كميه كبيره. المكسرات معروف ان هي غنيه بالنشويات والدهون والبروتين، عشان كده بنقول ان هي غنيه في القيمه الغذائيه، عشان كده لازم ان احنا ناخد منها كميه بسيطه. بناخد في حجم كمشه الايد، كمشه الايد انا بحط شويه في ايدي وبقفل عليها شويه كده، بقول ان دي كميه مناسبه ليا قوي، من 20 ل 25 جرام، اكتر من كده ما ينفعش ان اكل. فانا ممكن ان انا قاعد اتفرج على التلفزيون اخر النهار بعد صلاه التراويح مثلا، اخد شويه كده مثلا على ما اقشرهم، هيطلعوا في حجم كمشه الايد كويس جدا. الاصناف نفسها مختلفه عن بعضها، لو اتكلمنا عن عين الجمل هنلاقي ان هو من افضل اصناف المكسرات، مهم جدا لخلايا المخ، لان هو كمان في الشكل بتاعه مكونه شكل تلافيف المخ. هنتكلم عن اللوز مثلا، من المكسرات الغنيه جدا برضو بالكالسيوم. البندق مهم جدا. في عندنا الفول السوداني، وده من المكسرات برضو، المكسرات المصريه الشعبيه عندنا القديمه، وفي متناول ومتوفر ناس كتيره قوي، احنا ممكن احنا نجيبه وناكله برضو كويس جدا كبديل للمكسرات الثانيه. كل سنه وانتم طيبين.